الحمد لله يا رب، يعني نقدر نقول يعني ان شاء الله ان شاء الله قصة كورونا ويعني المسألة يعني في انحسار، فبالتالي حتى يعني عدد من الاجراءات او يعني الحاجات اللي لها علاقه بالمواعيد والقفل والكلام ده بدات تتخفف بشكل كبير. ومن الحاجات الحلوه قوي قوي واللي اتقبلت بالتكبير والتهليل انه خلاص المساجد يعني هتبقى شغاله بطبيعتها الحمد لله يا رب. الاضرحه كمان يعني كله هيبقى فيه النشاط يعني عمل بشكل طبيعي، ده بعد قرار وزير الاوقاف بعوده عمل المساجد لحالتها الطبيعيه قبل الغلق، كمان عودة الدروس الدينية، المقارئ القرآنية، تنظيم زيارة الأضرحة والمقامات. فبالتالي بالقرار ده هترجع مواعيد فتح المساجد، كل حاجة الحمد لله رجعت لطبيعتها. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن الخبر ده يمكن فيه صور كده وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أول ما اتقال الخبر ده في الميكروفون في الجامع الناس طبعا كبرت وهللت، وأكيد يعني حاجة جميلة قوي إن بتبقى بيوت الله مفتوحة في كل الأوقات ويعني ما فيش إغلاق والكلام ده. فيعني إن شاء الله ربنا يديمها علينا نعمة وترجع الحياة لطبيعتها بإذن الله على طول.